حياكم الله يا جماعة الخير. كثير من الشائعات والمعلومات تقول بأن اللون الفاتح يرمز للرائحة الخفيفة، واللون الغامق يشير إلى الرائحة القوية والحلوة. هل هذا الكلام صحيح؟ طيب، هل اللون دليل على جودة دهن العود؟ طيب، هل الثقل دليل على جودة وجمال دهن العود؟ يا جماعة الخير، كل هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ لأنه جودة دهن العود يختلف حسب الخشب والمنطقة، يختلف بعدة أمور وعوامل التخطير، أمور كثيرة جدا منها نعرف دهن العود. فما ينفع أبدا نحكم على دهن العود من لونه وثقله وما إلى ذلك. كثير يسأل إيش الفرق بين اللي يطبخ على الحطب واللي يطبخ على الغاز، وهل اللي يطبخ على الحطب أفضل ولا على الغاز؟ يا جماعة الخير، الفروق جدا بسيطة، لكن أحب أنوه أنه أهم فرق أنه اللي يطبخ على الحطب نكهته تكون بخورية أكثر، واللي على الغاز نكهته تكون سويتية أكثر. إذن الفروق بسيطة. طب إيش أختار؟ اختار اللي يناسب ذوقك، اللي يناسب اللي تكون جربته وعجبك، اختاره مباشرة يعني. طيب، أتكلم عن معلومة جدا مهمة ثانية. إيش أفضل طريقة أحفظ فيها دهن العود؟ كثير يسألني عنها. أفضل طريقة لحفظ دهن العود هي الزجاج، باختصار شديد، حط في زجاج ولا تشيلها. طيب جماعة الخير، جاني سؤال أيضا مكتوب هنا أنه إيش المقصود ببيور صافي؟ المقصود ببيور صافي أنه دهن طبيعي 100%. طيب كيف وأنا رايح أشتري؟ هل أسأل أنه الدهن هذا معتق؟ هل أسأل أقول له أنه مثلا ثقيل خفيف؟ لا، أهم سؤال على الإطلاق أنه أقول له هذا الدهن بيور، هذا الدهن طبيعي 100%. هذا أهم سؤال بالنسبة لي، والأهم من ذلك أنه رائحته تناسبني. ما راح أشتري عطر عشانه بيور أو عشانه شيء وفي النهاية الرائحة ما تناسبني، لابد الرائحة تناسبني. سلامتكم. في معلومة إضافية أيضا، أشتري العود الغالي ولا الرخيص؟ إيش أشتري؟ أشتري أولا المناسب لذوقك والمناسب لإمكانياتك. يعني ما في شيء اسمه أن العود الغالي أفضل، هو عادة يكون أفضل لأنه معتق، لأنه بعض الجوانب، بس أحيانا يكون العود الغالي أغلى لأسباب ما تتعلق بالرائحة والتعتيق، تتعلق بأنه من منطقة يعني نادرة، من منطقة العود فيها يخرج بندرة، فلذلك يكون السعر غالي. فلذلك أنصحكم أنه ما تركز على السعر ولا على اللون ولا على الثقل، ركز على الشيء المناسب لك والطبيعي. في شيء مهم وأسس نبني عليها ونختار عليها منتجاتنا، لذلك حبينا نوريكم ونعرفكم أنه ونحطكم تحت المجهر كيف نختار منتجات. مثلا عندنا هذا دهن العود الكمبودي الفواح. ليش اخترنا هذا الدهن؟ أول شيء لأنه رائحة مميزة، فوحان جميل، ثبات جدا مميز، وبعد هذا السعر مناسب لكل ذواق، منتج مضمون، تأكدنا أنه ما فيه أي إضافات، تأكدنا من سلامة الدهن، تأكدنا من أشياء جدا مهمة، ولذلك قررنا أنه نختار هذا المنتج لكم بسعر جدا مميز يناسب كل ذواق، لا يفوتكم. نبي نعرفكم بعضا من أسرار فنجان العود في اختيار المنتجات. مثلا عندنا هذا المنتج دهن العود الكمبودي الفواح. ليش تم اختيار هذا المنتج وأضفناه إلى منتجات فنجان العود؟ أولا لأنه منتج عجبنا رائحته، رائحته جدا مميزة، تم تجربته على كثير من الأشخاص عجبتهم الرائحة، فوحانه كان جدا رهيب، وبعد السعر مناسب لكل ذواق. بس كذا؟ لا طبعا، تأكدنا أن الأشجار جدا رائعة، الأشجار المستخرج منها المنتج، تأكدنا أن المنتج صافي ودهن بيور ما فيه أي إضافات، عدة عوامل نبني عليها اختيار منتجاتنا. لذلك مهم جدا في اختيار المنتجات أنك تكون عارف من وين المنتج، عارف هل هو مناسب لعملائك، هل هو يقدر قيمة عملائك اللي وثقوا فيك ولا لا. سلامتكم.